السلام عليكم الإخوة والأخوات، مرحبا بكم، مرحبا بالجميع. اليوم كما وعدناكم غادي نسلطوا الأضواء حول مشكل التعليم بالمغرب. مشكل ديال التعليم هو مشكل مزمن، مشكل يحتل الصدارة ضمن مجموعة من المشاكل الأخرى. ما نهضروش على المشاكل الأخرى، نهضروا دابا حنا على التعليم. هذه المشاكل التي لم تعرف بعد طريقها نحو المعالجة الجدية والحل الصحيح. مشكل التعليم كيعرف واحد الخطورة، واحد التفاقم في الأبعاد منذ الإعلان عن الاستقلال إلى يومنا هذا. المغاربة جميعا، أباء وأمهات، أبناء وأساتذة ومعلمين وطلاب وتلاميذ، مسؤولين وغير مسؤولين، مختصين في التربية والتعليم وغير مختصين، قيل الكثير وكتب الكثير عن هذا المشكل، وعقدت حوله ندوات رسمية وغير رسمية، تقترحت حلول كثيرة متتالية ومازال ما لقاوش الحل. وفي كل مرة كان اللاحق منها يلغي السابق أو يعدله أو يكمله، والحكومة اللي كتعاقب كتجي وعاود كدير منظور آخر وكتحاول تجدد، ولكن بدون فائدة وكيضروا غير في حلقة مفرغة. ومع ذلك هذا المشكل ما كيزيد غير يتعقد ويتفاقم، ما عرفناش علاش، ولم تزداد أبعاده إلا امتدادا وتشعبا. طلاب والتلاميذ كيديروا إضرابات، يرفعون الاحتجاجات، والمسؤولون يغضون الطرفة، كيمشيو غير المناهج والبرامج كيعدلوا فيها ويعاودوا، كيبدلوا غير الأغلفة والعناوين. ما هو هذا المشكل إذن؟ ما حقيقته وما جوهره؟ هذه أسئلة كلها كتبقى مطروحة. واش المسؤولين ما باغينش التعليم يزيد القدام؟ عندهم شي تخوف أن المواطن يولي واعي واللي قاري؟ كاين مجموعة الأسئلة غادي نحاولوا نطرحوها، ونحاولوا حنا من المنظور ديالنا واعتبارا من تجربة ديالنا في الحياة وفي الدراسة نشوفوا المسائل اللي بقات ناقصة واللي ما لحقناهاش حنا، اللي ما قديناش نحققوها، واللي دابا أولادنا راهم ضحايا حتى هما فيها. الإخوة والأخوات، لن أطيل عليكم بل سأزيد. مشكل التعليم في البلاد ديالنا تاخد منذ الاستقلال تاخد واحد الطابع سياسي واضح، ليس فقط لأنه كيمس الشعب كله أو لأنه كيقدم أحسن مطية تطرح من على قضايا سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية، بل أيضا لأنه كيعكس بالفعل اختيارات تخص هذه الميادين نفسها، وكيتضمن في جوفه ومن خلال تطوره كيتضمن أبعادا سياسية واجتماعية أثرت وتؤثر وستؤثر لا على الثقافة والتعليم فقط، بل على مجموع المشاكل الأخرى على اختلاف أنواعها وتفاوتها في الأهمية والخطورة. واستمرار هذا المشكل، مشكل التعليم وتفاقمه واستفحاله، جعل التعليم في المغرب يمكن بعد أكثر من 50 سنة بعد الاستقلال مازال كيفشل في المهمة ديالو. ماشي فقط لأنه ما قدرش من خلال هذه المدة الطويلة باش يزود البلاد بما تحتاجه من أطور في الميادين الاجتماعية واقتصادية والثقافية، بل لأنه كذلك لم يستطع أن يقدم لنفسه ما يحتاجه. التعليم براسه ما عرفش شنو يقدم لراسه، والتعليم في المغرب لم يستطع أن يكفي غير الذات ديالو بذاته، يعني حتى الناس الأطور ديالو ما عرفوش كيفاش يعالجوه، ما عرفوش كيفاش يلقاو الحلول. وعلى الرغم من الإعانات الأجنبية من دول باش ينهضوا بالتعليم، حتى هاد الإعانات نفسها بسببها يمكن التعليم تيبقى يزيد يهبط لتحت، ما تيزيدش لقدام. وما كيتعطاو إعانات، والله أعلم إلا كتعطاو هاد الإعانات ودين واحد الغطاء بأنه باش تحسنوا التعليم ديالكم، ولكن تحت الطبلة راه خصنا نهرسوا هذا التعليم ما يزيدش للقدام. ويكفي هذا دليلا ناطقا مفجعا على فشل التعليم ببلادنا. يدير معي هذا الحوار الأسطوري
الزميلة بديعة السنوسي، وكذلك ستكون هناك مجموعة من المدخلات من ساكنة حيجنا الحريشي بن دباب، فمرحبا بالجميع. زميلة بديعة لك الميكروفون. مساء الخير للجميع وتحياتي. السي مصطفى بدا الحوار ديالو على التعليم، لابد فاش نهضروا على التعليم كنديروا واحد الخط الزمني كما هو معلوم. الخط الزمني من الى المدة الزمنية من الى، ونشوفوا مراحل اللي قطعها التعليم منذ بداية الاستقلال. وفاش كنهضر على بداية الاستقلال تقريبا كنهضر على الستينيات، بداية الستينيات ولو الناس كيمشيو للمدرسة بصفة منتظمة، ما بقاش محصور على الطبقة البرجوازية، وما بقاش محصور على الكتاتيب فقط القرآنية بالنسبة لبزاف ديال الناس اللي كانوا تياخذوا الشواهد ديالهم من الكتاتيب القرآنية فقط، بل أنه بدأ والناس كيمشيو للمدرسة. وفاش الناس كيمشيو للمدرسة شنو هي المواد اللي كانوا كيقراو، شنو التكوين اللي كانوا كيتلقاو هاد التلاميذ بالنسبة للمدارس اللي كانت في ديك الوقت واللي كانوا كيتلقاوها من طرف الأطر، وطريقة ديال التعليم اللي كانت بدات مع بداية الاستقلال، ثم التطورات اللي عرفها التعليم. والنقاش ديالنا هادي يكون باش ما يكونش النقاش عقيم، هادي يكونوا مداخلات من طرف الناس اللي هما يعطيونا التجربة ديالهم، كل واحد من داك العصر اللي خدا. بحال مثلا كاينين ناس اللي قراو التعليم الاساسي او لا الابتدائي ديالهم من 61 62 63 63 64 65 66 67 68 حتى السبعينات، ثم بداية السبعينات، ثم بداية الثمانينات، وهكذا دواليك. ونقارنوا هاد التموجات وهاد الإصلاح حسب حكومات اللي مرت، وشنو هي هاد التطورات اللي عرفها التعليم. تحياتي للجميع. إذن كما قلت الأخت بديعة، حتى لا يبقى النقاش عقيما ويعني فضفاض، كل واحد فينا والمستمعين كاملين بلا شك عندنا تجارب، لا تجارب ذاتية ولا تجارب مع الوليدات ديالنا، فيعني المجال مفتوح للنقاش، وكل واحد يدلي بدلويه حسب يعني ما يراه وحسب الرؤية دياله، ياخذها بشكل يعني عادي ونتكلموا هكذا كندوروا الحوار بيناتنا على كل واحد وتجربة دياله. تحية لكم. كذلك إخواني أخواتي، كما تعلمون أن من ضمن هذه المجموعة كاين ما شاء الله أساتذة في شتى المجالات والمواد، ونتمنى أنهم في هذه الليلة يعطيونا تجربتهم مع التلاميذ، ولما لا حتى مع وليداتهم، هما كأساتذة وكأطر لا إدارية ولا تربوية في الحق التعليمي ككل، يعطيونا التجارب ديالهم وما يبخلوش علينا هذه الليلة حتى تعم الفائدة. نعم خويا مصطفى، ما نحوش النقاش وهذه الضفة أخرى، ولكن هذه نبقاو في خط الاستقامة باش نبقاو نيشان بداية قلت قبيلة بداية الستينات، لعل هنا كاين هنا أصدقاء وكاين هنا إخوان وكاين هنا أخوات اللي هما كانوا تلاميذ في الحقبة ديال 61 62 63 أيام خرجت فرنسا. وفاش خرجت فرنسا خرجت دات مع الأطور ديالها وخلت معها واحد الثغرة، هادي نهضروا على هاد الثغرات اللي خلات لنا في التعليم قبل الإصلاح مع بداية الاستقلال، ونخليو النقاش يدور هكذا. غادي نعطيو الأولوية للناس اللي هما كانوا في المشهد وكانوا سيغ سان. شكرا أخت بديعة. فعلا المدارس العتيقة بالمغرب قامت بواحد الأدوار تربوية وتثقيفية وتعليمية مهمة ومتميزة، بحيث ساهمت هذه المدارس لا العامة ولا الخاصة في نشر المعرفة التربوية،
وقيادة المجتمع وتربية الأجيال الناشئة وتكوين أفواج عديدة من التلاميذ والطلبة، وتخرجوا منها الكثير من الأطر والنخب العلمية، تخرجوا منها الأئمة والفقهاء الخطباء والمدرسين والقضاة والنابغين المفكرين والمبدعين والفلاسفة والجهابذة في الدين والفطاحلة في الآداب وعلماء اللغة، وكان لهؤلاء الأعلام صيت كبير في مشارق الأرض ومغاربها. وحتى لا نطيل في النقاش، معنا مداخلة للأخ سعيد زهر. سي سعيد تفضل. مرحبا. السلام عليكم جميعا أيها الأساطير، ليلتكم سعيدة، ونتمنى أن يكون حوارا يعني واحد الصدر واسع وواحد الانشراح وواحد التفاهم. هذه المسألة ديال كي كان الدراسة في 65 وهادشي كله حكيناه لولادنا. دابا الله يجازيكم بخير، بغينا نعرفوا كيفاش الحلول في هاد الوقت ديالنا وفي هاد العصر الفيسبوك وديال الهاتف الذكي. الله يرضي عليكم والله يرحم لكم الوالدين. شوفوا كيفاش يعني نصحونا بالنصائح كيفاش يعني نتعاملوا مع الأطفال ديالنا ومع الدائرة ديالنا ومع الحياة ديالنا باش نكونوا لولادنا. وشكرا على تفهمكم، ونحن في الاستماع مع سيدي مصطفى وأستاذة ديالنا وجميع المتدخلين. شكرا. شكرا أخ سعيد زهر على التدخل ديالك، بارك الله فيك. وغادي نخليو هذا السؤال ديالك مفتوح للإخوة والأخوات، واللي عنده شي تدخل أو الإجابة على هذا السؤال هذا فليتفضل، ونحن دائما هنا لسنا لإيجاد الحلول، بل نحن هنا لطرح الإشكاليات، وننتظر المسؤولين هم اللي غادي يلقاو الحلول الممكنة. شكرا. معنا اللحظة الأخ عزيز الفيلالي في مداخلة، تفضل أخ عزيز. إخواني أخواتي قدماء جون حريشي بن الدباب الأسطوري، مساءكم سعيد. تحية جميع الإخوان ديال المجموعة ذكورا وإناثا داخل وخارج أرض الوطن. تكلموا الإخوان البارح مشكورين على المدرسة ودورها في التربية ديال الناشئة والتربية ديال الآباء والتربية بشكل عام. وتنقول هنا من المنبر وارجع بكم الموضوع البارح، أن المدرسة كانت تساهم بجانب الآباء والشارع والجيران بواحد الشكل كبير في التربية ديال التلاميذ. نقول التلاميذ، وكان التعليم كله عمومي، ما كانش المدرسة خصوصية إلا قليلا، والبعض منا اللي كانت يلجأ المدرسة الخصوصية حالة فشل مساره الدراسي. وكنا تلقينا تربية واحدة في مدرسة واحدة، برامج واحدة في شكل واحد. التربية مدرسة استفدت من برامج الفرنسية اللي كانت من قبل، لينا من قبل الفترة ديال الاستقلال اللي تكلمت عليه الأخت بادعة وحصرات التعليم واقترحت نتكلموا عليه بداية من الستينات، ونرجع بها شوية اللور. قبل الاستقلال كانت مدرسة قلة قليلة جدا كانت محدودة، قرأت في مدرسة عصرية فرنسية، وفي المقابل كانوا المغاربة يقرأوا في مدارس عتيقة أو تقليدية كيف الأخ مصطفى، وكان جميع القرويين، وكان تعليم ديال المغاربة ممكن نقولوا كان معرب، كان يعتمد على علوم الدين والعلوم الفقه والنحو إلى آخره. وكونات هذه المدارس كونات أطر أكفاء وفي مستوى محترم جدا، وجاو هاد الأطر كانوا من بعد هما الخلاف ليكونوا لنا الأجيال اللي من بعد اللي جات في الفترة ديال الاستقلال وبانت المدرسة المغربية العصرية، بحيث كانوا الأساسيد الكثير منهم عندهم شواهد بسيطة، كانت عندهم
الشهاده ديال الابتدائيه او نقولوا البروفي او هذا، كانوا هما المعلمين والاساتذه ديال ديك الحقبه ديال البدايه ديال الاستقلال. ورجع نقول كنا تلقينا التربيه او التعليم من مدارس عموميه، كانوا الاباء ديالنا كلهم كلافين انهم يقريو الابناء ديالهم، وكان داك الجيل ديال اللي خلق في الربعينات والخمسينات كان من الاوائل اللي بدا تيقرا في المدارس الخاصه العصريه العموميه، والمدرسه الخاصه انتشرت حتى هاد 20 سنه الاخيره، ودابا غادي نحصروا الكلام ديالنا في المدرسه العموميه. المدرسه العموميه كانت تربي بمعنى الكلمه، كي قلت هاد الاساتذه كانوا تيكونونا احسن تكوين، كانوا تعلمونا الاخلاق، كانوا تعلمونا علوم اللغه عربيه كانت او فرنسيه، كانوا تربيونا بمعنى الكلمه. كان الاستاذ عنده هبه ديالو، كان المدير عنده الهبه ديالو، كانوا تربيونا على روح المواطنه وحب الوطن، وتلقينا كاملين واحد التربيه نقدروا نقولوا حسنه بالرغم من بعض النواقص، لان ما كانش تواكب التعليم العالمي، ولكن كانت هذه بدايه لا باس بها، لان كنا يلا خرجنا في فتره الاستعمار كي قلت البعض اللي كان محظوظ انه تلقى دراسه عصريه من طرف المستعمر الفرنسي، والاخرون تلقوا تربيه دينية أو تعتمد على علوم الدين، ولكن المدرسة في البداية ديال الخمسينات في فترة الاستقلال تنظر 55 56 بدأ التعليم، وداك التعليم إلى حد ما كان جيد، كان جيد لأن كانت غيرة ديال جميع المغاربة أنهم يعلموا الأبناء ديالهم. ما نتكلمش على المسؤولين ديال داك الوقت، لأن المسؤولين كانت عندهم حسابات سياسية وتعاقبوا على حكومات، وكانت عندهم برامج تتناقض بعضها والبعض تيطعن في الآخر، وكان ديما تجديد البرامج. إلا أنه هذه الفترة كاملة ديال الفترة ديال بداية الاستقلال حتى البداية ديال الثمانينات سنة 82 كنا تنقراو العلوم باللغة الفرنسية، ومن بعد اقترحوا أن التعليم يولي باللغة العربية في بداية الثمانينات في العقبة ديال واحد الوزير ما نحتاجش نذكر الاسم ديالو، وتلك كانت الطامة الكبرى، لأن من بعد 40 سنة كانت 81 أو 82 وحنا في 2021 وبغاو يرجعوا لذاك التجربة القديمة، لأن لقاو بأن التجربة ديال 40 سنة مشات خاوية، ورجعوا لذاك تيحاولوا يرجعوا يردوا التعليم ديال العلوم بالفرنسية. وحنا اللي تلقينا داك التعليم القديم تظن البعض منا حتى اللي ما كانش تفوق الدراسة ديالو وحتى اللي ما مشاش بعيد كان إلا تكلم معاك فرنسية عنده واحد الباكاج يفهم بزاف الأمور، سواء في اللغة أو في الدين أو في بزاف الأمور. شكرا سيدي عبد العزيز الفيلالي على المداخلة ديالك القيمة. والآن معنا مداخلة للأستاذ السي محمد حسي، تفضل يا أخي. ألو، السلام عليكم. مساء النور. مساء الخير أستاذ. أبناء جناح رشيد بن دباب، معكم حسي، أنه جناح رشيد تحتاني، حسي المحامي. موضوع حقيقة شيق ويهم الجميع ويهم الوطن بصفة عامة ويهم مستقبل هذا الوطن، لأنه كما يعلم الجميع التعليم هو مستقبل الأوطان ومستقبل الشعوب، لكن للأسف حقيقة باش نسميو الأشياء من مسمياتها، ملي كنتحدثوا على التربية والتعليم احنا كنتحدثوا على السياسة التعليمية، وملي كنقولوا السياسة كنشوفوا شكون اللي كيرسمها. فأنا كنقترح ما نكونوش غير مجرد واصفين أو نذكروا التجارب ديالنا الشخصية، كيفاش كنا كنقراو، كيفاش كنا لأن عشناه جميع وكنتقاسموه جميع وكنذكروه جميع، ولكن الآن بعد ما اختبرنا وكبرنا وعندنا واحد الحصيلة معرفية واللي عطتنا تجربتنا ومستوانا، ننتقلوا من مستوى الوصف
والجرد التاريخي إلى مستوى التحليل واستشراف الأفق وطرح البدائل والحلول الممكنة لهذه المعضلة. وشكرا. شكرا أستاذي، أول مشاركة ديالك معنا السي حاسي، مرحبا بك.